شكرا لك قوي. واعتقد مشاهدين كتير بيتفرجوا علينا النهارده بيحبوكي. الحمد بس انت لله، رحتي فين؟ اختفيت اختفيتي شوية انت. بصي كل ما تعملي حاجه تنط فوق الاسهم بتاعتك بتعلى قوي، لان واجري وتجري بتجري. تروحي فين بقى؟ بصي، هو حبت حاجات كتير على بعضها. اه يعني ايام ذئاب الجبل جريت، ذئاب رحت الجبل. معهد السينما ودخلت اتعلم الاخراج، اه وبعدت شويه عن التمثيل عشان كنت عايزه الاول اخلص شهادتي الجامعيه. اه ليه اخراج؟ ليه مش تمثيل؟ لاني كنت خلاص مثلت وكنت خدت جوائز في التمثيل، وكنت حسيت انه لا، انا لما ادرس بقى ادرس حاجه تانية. لو في يوم من الايام قررت انا مش عايزه امثل، يبقى عندي حاجه تانية وفي نفس الكارير نوعا ما، وفي نفس الوقت الاخراج فادني كممثله، يعني كنت عايزه أكيد استفاد أكيد كممثله. أكيد أكيد. لكن بعد قصه الامس بقى جريت جريتي كانت علشان أيوة احقق حلم حياتي طبعا، حلم حياتنا كلنا. ويبقى عندي بنويت حلوه. آه بعد قصه الامس على طول وهو بيتعرض كنت انا بجهز لفرحي اه واتجوزت، وبعدها على طول كنت بقيت عايزه اجيب بنوتي، فبعدت طبعا فتره الحمل. ولما خلفت بنوتي قالت لي مامي انا عايزه بيبي، بعد ما هي لسه عندها ما فيش، قد كانت ايه؟ بتجري ورا البيبيهات، اه كل ما تشوف بيبي تجري. سنتين مثلا كان لا عندها. لا لا، سنتين ايه، انا الفرق ما بين بنتي الاولانيه وبنتي التانيه سنه ونص. لا انا بتكلم بنتك وهي بتقولي كان عايزه بيبي، كان عندها نو قد ايه؟ اقل اه بجد؟ شهور، اه شهور تجري ورا البيبيهات يعني ابقى مثلا ماشيه انا وهي في اي مكان الاقيها جريت من ايديا وراحت ورا اي حد عربيه بيبي. قال يعني هي كان لها شهور، يعني كان اه عندها مفيش. بيني وبينك انا عشت طول عمري من غير اخت، اه وقلت انا لو وقفت ورجعت لشغلي وركزت في شغلي الحياه هتاخدني طبعا ومش هجيب لها اخت. صح. فقلت لا، يعني اخلص الاول الحاجات الاساسيه في حياتي واجيب للبنوته دي ان شاء الله اخت وارجع لشغلي بعدين. فده اللي انا عملته فعلا، يعني على طول جبت ميه بعد مريم على طول. وبرده كانت ميه محتاجه مني فتره شويه طبعا صغيره طبعا. علشان هي كانت شهور، وانا اصلي ام يعني عارفه انا مش ام لا انا ام فكان لازم اديلها شويه وقت كتير، لحد بقى شويه ما بقت قدامي بنوته، والحمد لله الحياه بقيت اطفال اقدر يعني اسيبهم واخرج من البيت. يعني الجواز والخلفه هم اللي خدوكي من الفن او من على الساحه شوية. الفنيه. ضحيتي، ما دي تضحيه، ضحيتي بشغلك وبفنك وبشهرتك وبجمهورك ما هي اصل عشان الاحلام خاطر. الحياه مختلفه، يعني انت عندك احلام في شغلك وعندك احلام في حياتك وعندك احلام كبني ادمه يعني، فانت لازم توازي، ما ينفعش تدي حلم واحد في بس حياتك عارفه كل حاجه. دلوقتي بحس الفنانات بتفكر بشكل مختلف، تقول لا انا خلص شهرتي وفني واعمل كل اللي نفسي فيه وبعدين افكر في الجواز والخلفه. في ناس كتير لو تلاحظي بقوا يفكروا كده بس دلوقتي. الوقت مش هيستناكي، صح، لان شهرتك وفنك ما بيخلصوش. لكن فتره ان انت تبقي قادره تخلفي وانك تبقي عندك استعداد انك تربي نفسيا حتى، ده بيخلص، ده بيعدي.